قصة يبان إن كشيء كيني يا مسؤول سومالي محمد شامع أبقر لي أو غير بورا مع أيام مالين لويد ورباهين تكهرلي وسيربو كان هانكري سومالي نان متصدح سنوات وحو كشيء كي ينتو حلقة هاي سنت كستة وحلا سوق الدهن هذا يدروف كسؤال هي مركة حفيز دولة هذا هيسي حلقة قصارا من حلقة هذا قال أمانة هذا هيسو يا قرآن كانوا شاكين إنا عرضنا الأمانات على سمارات السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أمانة عرس أي نور صار يهدي وحوسبه صوب بيدام لبعض أي جوجي كرام بكشيكي سنة ولا بد كهري يسوع أن وحبا ما ركتوا بريدة هيني هذا نوع حلو صار دون تان لواي هيني دم نومة الصومالية نوع حفز يسام حوي ديستي حلو كل ليس كل لي هيني وكشيكي بل حلو فرماش أقوم الصومالي لهين وهو عي أنه هو ذي شغنا وهو هم بليه وحول وراه وكد عيننا وهو هم بليهنا عشر بان مكابرني إن حولها أمة الله إسكيل عليه إن حولها أمة دان لون دوان إن حولها أمة dibaa toqof ka caafimaad iyo mid kale oo nololeed ka soo gaadhiiso hadaan isaga ka soo gaadhin caaqil halkii lagu galay ay ku hurudaa caruurtay ka laysan ninkii caana baas dhamay ilmahaaga inay soo gaadhi doonto reerkaaga inay soo gaadhi doonto waa ku hambalyeynina markaaniya madaxweyne farmaajaba walaalkeen Soomaaliyeed maxamed jaamac abgal waa u hambalyeynay waan la hadalnay waxaan rajaynaynaa in salaaf fiican uu noqon doono qof kasta oo Soomaaliya meel walba oo uu joogo